أكد مكسيم صبح أن بعد الإفراج عن سفينة القمح المصرية المحجوزة في أوكرانيا، القاهرة هتاخد كميات كبيرة من شحنات القمح الأوكراني. وقال المبعوث الأوكراني أن مصر هيوصل لها بشكل كبير شحنات حبوب أوكرانية علشان إحنا مدركين أهمية القمح لمصر. وأكد مكسيم كمان أن مصر من أهم شركاء أوكرانيا في العالم، مش بس في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وكمل كلامه وقال إن هيبقى مسموح للسفينة المصرية اللي متحملة بالقمح المحجوزة في أوكرانيا إنها تروح للمواني المصرية في القريب العاجل. وقال مكسيم إن أوكرانيا حابة إنها تعمق العلاقات مع مصر والدول العربية، وأكد إن مصر محبوبة جداً عند الشعب الأوكراني، وهتفضل مصر بالنسبة ليهم وجهة سياحية أولى. ومع رجوع القمح الأوكراني لمصر هيبقى فيه انتعاشة كبيرة في أسواق الحبوب، فتوسعت القاهرة في الفترة اللي فاتت في شراء القمح، وده من الأسواق الخارجية التانية. ده غير كمان الإنتاج المحلي علشان زيادة الاحتياطي الاستراتيجي اللي هيغطي لحد 7 شهور في الوقت ده، وده مستوى ما حصلش قبل كده في تاريخها. ده غير ان رويترز قالت ان السفينة بريف كوماندر غادرت ميناء بيفدني الأوكراني معاها اول شحنة من المساعدات الغذائية الانسانية اللي رايحة لأفريقيا من أوكرانيا من بداية الأزمة، واللي معاها 23,000 طن من القمح لجيبوتي، وهتروح الامدادات بعد كده للمستهلكين في إثيوبيا. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن أهم خطوة في مكافحة قلة الغذاء على مستوى العالم هي فتح مواني أوكرانيا على البحر الأسود، وإن لو رجعت الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية فكده عندنا فرصة إننا نوقف أزمة الغذاء العالمية دي من إنها تكبر أكتر من كده. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بالرغم من الخطوات الجديدة اللي ليها علاقة بفك الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية، فالعالم لسه بيواجه أزمة غذائية ما حصلتش قبل كده. وقال نائب وزير البنية التحتية يوري فاسكوف إن أوكرانيا تقدر إنها تصدر 3 مليون طن من الحبوب في سبتمبر، وممكن كمان تقدر تصدر 4 مليون طن كل شهر، والكلام ده في المستقبل. وإن أوكرانيا اتقدمت لها طلبات علشان تروح 30 سفينة ليها الأسبوعين الجايين بس علشان تاخد الحبوب، ده غير إنه وصل إجمالي الكميات اللي تصدرت لحد دلوقتي إلى حوالي تقريباً 600,000 طن.